اول اكله معانا النهارده طلعت كده من الفريزر، كان عندي دول 3 فرخات، فراخ بلدي حجمها صغير، وكان عندي كمان ملوخيه كنت شايلها في علبه زي ما شايفين، طلعتها تفك شويه من التجميد. والملوخيه دي ملوخيه خضراء كنت مفرزاها في الفريزر في علب كده صغيره، بطلعها طبعا تفك شويه من التجميد. وكمان الفراخ كنت نقعاها في شويه دقيق وملح وليمون، وكنت بغلي شوربه على النار، بغلي ميه ضايفه فيها طبعا توابل ولورا وحبهان وملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وقرفه وجنزبيل. ولما بدات تغلي معانا الميه نزلت فيها بالفراخ، غسلتها طبعا كويس جدا. وكمان كنت ضايفه في ميه الشوربه دي طماطم وبصل مقطعاهم لقطع صغيره. سبت الفراخ بقى تستوي، وفي نفس الوقت هنجهز رز بالشعريه، كنت حمرت شويه من الشعريه ونزلت عليهم بالرز، بعدين ضفت الميه والملح وهسيبهم بقى لحد ما يتشرب. وبعدين هدي عليه النار، الملوخيه كمان هبدا اضيف لها شويه من الشوربه. طبعا بعد ما الفراخ بدات تستوي معانا هضيف بقى شويه كده من الشوربه على الملوخيه لحد ما نوصل لقوامها مظبوط، ما تكونش تقيله قوي وما تكونش خفيفه قوي بالشكل ده، اهم حاجه الشوربه معاكي تكون كده مغليه. والملوخيه زي ما شايفين تحفه جدا، فرزناها في البيت بطريقه سهله وبسيطه وبتطلع معانا خضره زي ما شايفين. وبدات احمر شويه من الثوم في معلقه من السمنه ونزلت عليهم بكزبره ناشفه، ولما بدأ يحمر معانا او ياخد لون ذهبي بالشكل ده بدأت اضيفه للملوخية. وكده خلصت معانا الملوخية تبدأ تغلي، خلاص نقفل عليها النار. وبكده الاكل جاهز معانا ما شاء الله، زي ما شايفين الرز بالشعرية وكمان الفراخ حمرتها تحت الشواية في الفرن، دهنت بس وشها بشوية من الزيت او السمنة وحمرناها بالشكل ده. والفراخ دي بلدي بس حجمها صغير زي ما شايفين. كمان كان عندي كده طبق بطاطس بالصلصة، بطاطس مطبوخة يعني بالصلصة من قبلها بيوم، ضفتها سخنتها وضفتها مع الأكل بالشكل ده. والملوخية زي ما شايفين طعمها كان حلو قوي، والرز بالشعرية زي ما شايفين أكلة سهلة وبسيطة وسريعة كمان. وطبعا ما أخدتش معانا وقت عشان التفريزات والحاجات اللي بنكون مجهزينها في الفريزر بتسهل علينا قوي وبتوفر علينا في الوقت في المجهود. ودي كانت أول أكلة معانا في الأسبوع. ندخل على تاني وصفة، استخدمت فيها صدور الفراخ دول كده حوالي نص كيلو، قطعتها لشرايح او شاورما بالشكل ده، ضفت عليها توابل ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، ضفت توم باودر وبصل باودر شويه من الجزنبيل والقرفه وكزبره ناشفه وعصرت عصره نص ليمونه. وهبدا اضيف معلقه كبيره من الصويا صوص ومعلقه كبيره من دبس الرمان ومعلقه من الزيت ومعلقه من الخل، وبس كده هنقلبها كويس جدا. ضفت كمان حوالي معلقه من الكاتشب، الكيس ده كيس كبير او كيسين من الصغيرين، تتبيله بسيطه جدا لكن طعمها حلو قوي. تقدري تضيفي بقى اي بهارات عندك او البهارات اللي بتحبيها والمتوفره عندك. وقلبتها كويس بالشكل ده، واهم حاجه بقى نسيبها في التتبيله دي وقت كويس، لو بيتناها كمان من قبلها بيوم هتبقى احلى بكتير. اهم حاجه بقى سيبيها شويه كده في التتبيله حوالي كده ساعه. كنت مجهزه شويه خضار، كنت مجهزه بصل وكمان ثوم مقطعاه كده لشرايح البصل وكمان فلفل الوان، وبدات انزل بالبصل في شويه من الزيت وبشوحه بالشكل ده لحد ما يبدا يدبل معانا. وننزل بقى بالفلفل، الفلفل الالوان اصفر واحمر واخضر، تقدري تنزلي بفلفل اخضر بس لو حابه، وبشوحها لحد ما يبدا يدبل معانا. وابدا انزل بقى بالفراخ اللي احنا سيبناها شويه كده حلوين في التتبيله. طبعا الخضار اللي احنا ضفناه هيزود معانا الكميه وكمان هيديها فايده وقيمه غذائيه. هبدا بقى اقلبها، طبعا شرايح الفراخ مش هتاخد معاكي وقت وهتستوي بسرعه. وبكده عملنا فاهيتا الفراخ او شاورما الفراخ بطريقه سهله وبسيطه وسريعه جدا. وفي الاخر بولع قطعه من الفحم وبضيفها كده في نص الشاورما بالشكل ده، تديها بقى طعم الشوي وبتخليها طعمها تحفه جدا. قدميها بقى مع رز او كمان مكرونه او في سندوتشات، انا اليوم ده كده عملتها في سندوتشات كانت تحفه واكله سهله وسريعه. الاكله اللي معانا بعد كده كان عندي خلطه المحشي، الخلطه دي متبقيه، كان عندي محشي كنت عامله محشي كرنب وكانت اتبقت الخلطه دي. تاني يوم بقى جبت كده فلفل اخضر وهعمل بس محشي الفلفل ده بالرز اللي متبقي معانا بالشكل ده. خلطه الرز دي عملتها على البارد ما سبكناش فيها اي حاجه وكانت تحفه جدا وكمان خفيفه. حشيت بقى كل كميه الفلفل اللي معايا بالشكل ده، وكمان اتبقى معانا شويه رز طبعا هنسويه برده وهنقدمه جنب الاكل. هنخلص بقى كل الكمية بالشكل ده، هنبدأ بقى نسقي بقى المحشي بشوية من الشوربة. الشوربة دي طبعا مغلية كنت محتفظة بيها في الفريزر، بطلعها الأول واسيبها تفك من التجميد وبعدين أسقي بيها المحشي. مش بنغطي طبعا كل المحشي بالشوربة، بنسقيه كده شوية صغيرين. وبعدين بقى الرز اللي اتبقى معانا جبت حلة صغيرة وضفته فيها بالشكل ده وهنزل عليه بشوية شوربة اتبقوا معانا. ممكن كمان تزودي مية لو حابة، طبعا مش هضيف ملح ولا اي حاجه لان طبعا الرز او خلطه المحشي فيها كل التوابل والملح، تقدري طبعا تدوقي وتزودي لو حابه. ورفعت الاكل على النار، الرز وكمان محشي الفلفل. طبعا الرز ما تزوديش فيه الميه عشان يبقى معاكي مظبوط ومش معجن، يعني يا دوب بس الميه تغطيه بالشكل ده. طبعا سيبيه على نار عاليه بعدين هدي عليه النار لحد ما يتشرب ويستوي معاكي. وده كده بانيه مشوي، انا هشويه على الطاسه كده
شوية زيت صغيرين. البانيه ده انا شايلاه في الفريزر متبل، طلعته بس من الفريزر يدوب فك من التجميد، وبدأت اشويه بالشكل ده على الطاسة. كمية البانيه اللي معايا هنا حوالي ربع كيلو، كمية صغيرة زي ما شايفين كده، هنقدمها جنب الاكل. والبانيه ده كنت متبلاه تتبيلة بسيطة جدا وسهلة، تبلته بملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا وقرفة وجنزبيل وشوية خل وشوية زيت وكمان صويا صوص ودبس رمان، معلقة كده من كل حاجة، وشايلاه متبل في الفريزر. طبعا بيسهل علينا كتير، يدوب بس نطلعه ونشويه بالشكل ده. وطبعا بنفضل نقلب عليه من وقت للتاني لحد ما ياخد لون حلو طبعا ويستوي معانا، شوية زيت صغيرين زي ما شفنا. وفي الاخر كمان ولعت كده قطعة من الفحم وضفتها في نص البانيه تديله طعم حلو جدا، وغطيت عليها بالشكل ده. والرز زي ما شايفين استوى معانا، وكمان محشي الفلفل كمان استوى في نفس الوقت. جبت بقى شويه من الجوافه غسلتها كويس جدا وقطعتها بالشكل ده، هبدا اضيفها في الخلاط. هنعمل بقى عصير جوافه ونقدمه جنب الاكل. ضفت الجوافه بالبذر بتاعها بكل حاجه، ضفت عليها ميه وكمان سكر، ضفت كمان عليها معلقه كبيره او معلقتين من اللبن البودر، بيديها طعم حلو كمان بيزود قيمه غذائيه. هنضرب ده كله كويس مع بعض لحد ما كل المكونات تختلط كويس جدا، ونبدا بقى نصفي العصير زي ما شايفين بالمصفى كده. كده العصير جاهز معانا، سهل وسريع وعصير طعمه حلو جدا طبعا ومفيد. نقدمه بقى جنب الاكل، ده قوامه مش تقيل قوي وفي نفس الوقت مش خفيف قوي. هنبدا بقى نشيله شويه في الثلاجه على ما نقدم الاكل. الرز بالخلطه معانا استوى زي ما شايفين، وكمان محشي الفلفل، وكمان حمرت شويه بطاطس. نبدا بقى نصب العصير بالشكل ده ونقدم الاكل. قدمنا الفلفل تحفة جدا زي ما شايفين، وكمان البانيه تحفة ما شاء الله. البانيه بالطريقة دي بيبقى صحي جدا طبعا ومفيد. كمان الرز قدمناه بالشكل ده وحطيت جنبه كده بطاطس. كانت الاكله معانا ما شاء الله حلوه جدا، سهله وسريعه وكمان تغيير. يعني لو اتبقى عندك كده شويه من خلطه المحشي زي ما اتبقى عندي كده، اعملي بيها تاني يوم الاكله دي، هتسهل عليكي كتير وكمان مش هتاخد معاكي وقت خالص. وشيلي كمان اي حاجه متبله عندك في الفريزر، ولو كميه صغيره زي ما شايفين زي كميه البانيه دي، برده هتطلعيها وهتكون سهله معاكي قوي وهيتوفر عليكي كتير في الوقت وفي المجهود، وهيكون الاكل جاهز معاكي في اقل وقت. الوصفة اللي معانا بعد كده، غسلت كمية من الرز، دول كده حوالي 4 كوبايات من الرز، ضفت عليهم كوبايتين من العدس الأصفر، غسليهم برضو كويس جدا. وطبعا الرز ضيفوله شوية من الزيت على السمنة أو الزبدة، وكمان ضفت الملح وشوية كده من الكمون والكزبرة الناشفة وكمان فلفل أسود. وبس كده هقلب كل ده كويس جدا، هشوحه كده شوية على النار، وبعدين هضيف له المية وهبدأ أغطيه وأسيبه لحد ما يتشرب، وبعدين بقى نسيبه لحد ما يستوي. وفي نفس الوقت كده كان على عين البوتاجاز التانية كنت حاطه بيض، طبعا بغليه كده في شويه ميه او بسلقه، وهنقدمه جنب الرز. طبعا احنا بنعمل كشري اسكندراني او رز بالعدس الاصفر، ده شكل الرز معانا طبعا بعد ما استوى، والبيض كمان قشرته بالشكل ده واستوى معانا. وهنبدا بقى نقدم الاكل، اكله سهله وسريعه زي ما شفنا، ما خدتش معانا وقت. هنقدم كده البيض قسمته بالشكل ده على الرز، وهنقدم كمان جنبه طماطم متبله او مخلله، بتبلها بملح وفلفل اسود وشويه من الكمون والكزبره الناشفه وشويه خل وكمان توم، وبنقدمها بالشكل ده جنب الاكله دي، بتبقى حلوه جدا. او كمان تقدمي جنبها بتنجان مخلل او بتنجان مقلي، بتبقى برضو حلوه جدا، او كمان بطاطس. وعملت كمان جنب الاكله دي بطاطس محمره، قدمناها بالشكل ده، وكانت اكله سهله وسريعه وطعمها حلو جدا وكمان مفيده جدا وقيمتها الغذائيه عاليه. قطعت كمان شرايح خيار وقدمتها بالشكل ده، اكله سهله وسريعه ومفيده جدا وطعمها حلو قوي وكمان الى حد ما اقتصاديه. ودي كانت الاكله معانا، ندخل على الوصفه معانا اللي بعد كده. واستخدمت كمية من البطاطس، قطعتها مكعبات وغسلتها كويس بالشكل ده، وضفتها كده في صينية، ضفت عليها كمية من البصل مقطعاه برضو لشرايح، ضفت فصين من الثوم، وضفت كمان فلفل أخضر وأحمر حار بقى أو بارد زي ما تحبي، ضفت كمان مكعب مرقة، وضفت ملح وفلفل أسود، وأقلبها كويس بالشكل ده لحد ما كل المكونات كده تختلط مع بعض، والبهارات اللي ضفناها على البطاطس تختلط كويس جدا. وهستخدم أجنحة الفراخ، دول كده كمية من أجنحة الفراخ من حوالي 4 فرخات أو 5 فرخات كنت شايلهم في الفريزر. أنا طبعا مش بشتريهم، أنا بجمعهم من الفراخ وبعمل بيهم وجبة، بتوفر طبعا علينا وجبة يوم. جربي الفكرة دي هتوفر معاكي كتير. قلبت بقى الأجنحة مع البطاطس كويس جدا، وبعدين بقى هضيفها على الوش بالشكل ده. قلبتها طبعا مع البطاطس كويس عشان تاخد كمان من البهارات اللي احنا ضفناها، وهضيف لها بقى شوية كده من الطماطم، ضربها في الخلاط، بضيفها على وش الصينية بالشكل ده، وزودت بس شوية ملح وفلفل اسود عشان الطماطم اللي احنا ضفناها، بسويها بقى بالشكل ده عشان تتشرب كده من كل الصينية وتدخل الطماطم كده في كل الصينية. وفي الاخر بقى هرش كده رشة بسيطة من الزيت على وش الصينية، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الشبكة بالشكل ده، ولما تستوي معانا شغلي لها الشواية لو حابة، وبتخرج معانا بالشكل ده تحفة جدا، اكلة سهلة وسريعة وكله كده ني في ني. قدمتها بالشكل ده، وقدمت كمان معاها الرز بالعدس اللي هو الرز الاصفر، كان متبقي عندي من قبلها بيوم، طبعا سخنته وقدمته بقى جنب الاكلة بالشكل ده، وصينية البطاطس بالاجنحة ما شاء الله بالطريقة دي حلوة جدا، طعمها حلو قوي،
سهله وسريعه زي ما شفنا، ما خدتش وقت وطعمها بيطلع تحفه. قدمي بقى جنبها رز بالشعريه او رز ابيض يعني زي ما تحبي او متوفر عندك. زي ما شايفين ما شاء الله البطاطس مستويه جدا وكمان الاجنحه، تقدميها كده على الرز وبتبقى تحفه ما شاء الله، سهله وبسيطه واكله ما خدتش معانا وقت خالص في تحضيرها. كميه بسيطه جدا من الاجنحه زي ما شفنا عملنا بيها وجبه غدا ليوم. طبعا زي ما قلنا جمعيها كده من الفراخ، هتوفر عليكي كتير وهتوفر عليكي وجبه. ندخل بقى على الاكله معانا اللي بعد كده. واستخدمت كميه من العدس الاصفر، دول كده حوالي كوبايه او ربع كيلو، غسلهم كويس جدا الاول، نقعته شويه في الميه بعدين صفيتها بالشكل ده، وهضيفه في حله وهضيف عليه كوسايه وجزرايه وكمان بطاطسايه، بجمعهم كده في كيسه. الفكره دي حلوه جدا، بشيلها كده في الفريزر لو حابه اعمل عدس في يوم، طلع الكيس على طول وبضيفه كده على العدس. طبعا ساعات مش بيتوفر عندنا الخضار ده، فالكيس ده طبعا بيوفر علينا كتير لما بيبقى موجود كده عندنا في الفريزر. اهم حاجه ضيفيه كده للعدس وهو متجمد. وضفت كمان حوالي كده فصين من الثوم المفروم، وضفت عليه ميه تغطي كل الخضار ده. برفعه بقى على النار لحد طبعا بقى ما يستوي معانا، وفي نفس الوقت جمعت كميه من العيش قطعتها بالشكل ده. يفضل كمان بقى لو عندك عيش بايت تستغليه وتعملي بيه الفكره دي، ده كمان كان عيش بايت عندي قطعته كده لمربعات، وبحط له رشه بسيطه من الزيت وبدخله الفرن على نار هاديه جدا لحد ما يتحمص معانا ويطلع معانا مقرمش وتحفه جدا، بيتقدم جنب العدس بيبقى جميل قوي. طبعا بنشوف بقى العدس، لقينا الخضار معانا استوى خلاص كده بيكون استوى معانا. طبعا هو مش بياخد وقت، بيستوي على طول، ولما كل حاجه تستوي معانا طبعا بنسيبه يهدى شويه بعدين نضربه في الخلاط او تضربيه بالهاند بلندر لو حابه. وهنا العيش معانا اتحمص وبقى تحفه جدا. الفكره دي حلوه جدا، تقدري تستغلي بيها اي عيش عندك يكون بايت، تحمريه وتعمليه كده سناك للاطفال بيبقى حلو جدا بيعجبهم كمان. وفي نفس الوقت نستخدمه كمان للفته او للعدس زي ما شفنا، طبعا نستغله من المهوش، طبعا ده هيوفر معانا كتير، ده كمان بنكون حافظنا على العيش. والعدس بقى هنبدا نضربه في الخلاط زي ما شايفين كده لحد ما ينعم، وبرجع اصبه بقى في نفس الحله اللي انا سويت فيها العدس في الاول بالشكل ده، ونبدا بقى نضيف له توابل، نضيف له ملح وفلفل اسود، نضيف له كمان شويه من الكمون والكزبره الناشفه، ولو عندك كمان مكعب مرقه بيبقى حلو مع العدس جدا بيحلي طعمه. طبعا هنقلبه بقى كويس ونديله كده غلوه ونقفل خلاص عليه النار، وبكده بيكون جاهز معانا. اكله سهله وسريعه زي ما شفنا، ما خدتش معانا وقت خالص. هنجهز بقى كده البولات او الاطباق وضيفه فيها العيش المتحمص بالشكل ده، جربوه مع العدس بيبقى طعمه تحفه. هنقدم بقى لكل واحد كده طبق خاص بيه، او طبعا تعملي طبق كبير وتعمليه يعني زي ما تحبي تقدميه. طبعا هو حلو في كل الحالات، طبعا مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه. ودي كده كانت الاكله معانا، اكله سهله وبسيطه وسريعه. تقدمي بقى معايا طماطم او بصل او سلطه زي ما تحبي، تقدري كمان تحمري شويه لسان عصفور او شعريه وتضيفيهم على العدس بيبقى برده حلو جدا لو متوفر عندك. فكور كتير تقدري تعملي اللي يناسبك واللي يعجبك. قدمي كمان معاه شرايح كده من الفلفل وكمان البصل. ودي كانت الاكله معانا. ندخل على الوصفه اللي معانا بعد كده، والوصفه الاخيره مع بعض سمك. استخدمت حوالي كيلو من السمك، بشيله كده في علبه في الفريزر متنضف بالشكل ده، بطلعه بس لحد ما يفك من التجميد، وبعدين بجيب بوله بضيف فيها ده توم مفروم فرماه مع فلفل اخضر، وبضيف عليه شويه من الخل، بضيف كمان عليهم هريسه فلفل احمر بقى او حامي زي ما تحبي، وبتبل بالملح والكزبره الناشفه والكمون وكمان بعصر ليمون. وهي دي كده تتبيله السمك، بقلبها بقى كويس وبعدين ببدا اتبل بيها السمك. باخد بقى كل سمكيه كده وبضيف فيها معلقه كبيره في بطن السمكه بالشكل ده من التتبيله، وكل ما سيبتي بقى السمك في التتبيله دي وقت كويس كل ما هيشرب كمان من التتبيله وهيبقى طعمه حلو. عشان كده اول حاجه بنبدا بيها بنتبل السمك، وطبعا على ما نجهز بقى باقي الاكل يكون السمك اتشرب كده من التتبيله وبقى طعمه طبعا احلى. وحشيت بقى كل السمك بالتتبيله اللي عملناها، ومن بره بقى هنبدا نرش عليه كده شويه من الملح عشان طبعا يبقى متملح كده من بره ومن جوه. هنسيب بقى كده السمك على جنب، هنجيب بقى حله ضفت فيها شويه من الزيت، ونزلت ببصلايه كبيره كده تكون مفرومه ناعم او مقطعينها كده لقطع صغيره، بشوح البصل لحد ما يدبل معانا وياخد لون، لحد ما يدبل معاكي وياخد لون كده ذهبي غامق بالشكل ده. رز السمك لازم يكون بالشكل ده طبعا، ما نسيبهوش بقى لحد ما يغمق اكتر من كده ويبدا يمرر معانا. وبضيف له حوالي كده طماطمايه كبيره كنت ضربها في الخلاط او في الكبه، بضيفها كده وبشوحها مع البصل، ودي اختياري لو حابه تعمليها او لا، بس برضو بتدي طعم حلو جدا للرز. ضفت بقى الميه، الميه بتكون نفس مقدار الرز اللي هتستخدميه، وضفت الملح وشويه صغيرين كده من الفلفل الاسود، ممكن كمان تضيفي كركم. وبعدين ضفت الرز اللي غسلاه كويس، هبدا بقى اسيبه لحد ما يتشرب الميه واي سوائل فيه، ونبدا بقى نهدي عليه النار ونسيبه لحد ما يستوي. وعلى ما الرز يستوي هنبدا بقى نجهز السمك. هاخد بقى السمك من التتبيله وهضيفه في الطبق ده، الطبق ده فيه دقيق، حط عليه معلقه كبيره من النشا، ضيفي للدقيق شويه من الكركم لو حابه السمك يكون لونه ذهبي معاكي او اصفر شويه،
وبغلف السمك بالدقيق بالشكل ده، وطبعا بنحاول ننفض اي دقيق يكون عليه عشان طبعا الزيت ما يتحرقش معانا. وبخلص الكمية بنفس الطريقة، بجيب بقى زيت سخن على النار وببدأ اضيف فيه السمك بالشكل ده، وما تقلبيش فيه الا لما يبدأ ياخد لون من تحت، تبدأي بقى تقلبيه على الوش التاني. في نفس الوقت خلاص كان الرز استوى معانا وبقى بالشكل ده، ويبدأ بقى السمك كده ياخد لون من تحت، نبدأ بقى نقلبه على الوش التاني على طول لحد ما يتحمر معانا ويستوي. النار طبعا بتكون متوسطة عشان السمك يستوي معانا من جوه. وخلاص حمرنا السمك والرز كمان كان جاهز، وعملت كمان سلطة. الرز معانا شكله تحفة جدا، لونه حلو قوي وكمان طعمه حلو. السمك كمان طعمه حلو جدا، ما تسيبهوش كتير على النار عشان ما ينشفش منك ويكون كده طري من جوه. ده كده شكل الاكل معانا تحفة ما شاء الله. السمك من الاكلات دي اللي مش بتاخد معاكي وقت خالص في تحضيرها، وخصوصا بقى لو كنت شايلاه ومتنضف وكمان متبل، هيوفر عليكي قوي في الوقت وكمان في المجهود. ودي كانت الأكلة معانا، أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتكونوا أخدتوا أفكار وتنفذوها إن شاء الله للغدا. ما تنسوش بلايك للفيديو، اشتركوا كمان في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد. استنوني فيديوهات جديدة إن شاء الله، وصفات جديدة سهلة وسريعة. أسيبكم في رعاية الله، سلام عليكم.